رجعنا لكم مكملين معكم في الحوار ويكاند. نحبكم تركزوا معايا مليح توا باش نبداو في سلسلة الأبراج متاعكم. كل مرة نعطيكم ثلاثة أبراج مع بعضهم، كل برج شنو الانتظارات، شنو التوقعات لسنة 2024. بتبيعة مش توقعاتنا أحنا، ولكن هي توقعات الباحث الفلكي الأردني الشهير مجد غانم، اللي خصنا حصريا للحوار ويكاند بهذه التوقعات. باش نبداو توا بثلاثة أبراج، باش نبداو برج الحمل، الثور والجوزاء. شنو يستنى فيكم في 2024؟ شوفوا مع بعض. مواليد برج الحمل خلال عام 2024، هذه السنة هي سنة المكاسب المالية. استثمروا هاي الفرصة يا مواليد برج الحمل، استثمروا وكونوا صاحيين وواعيين لكل الفرص اللي عم تطرق أبوابكم خلال العام المقبل. جزء من مواليد برج الحمل بيدفع بمصالحه باتجاه المكاسب المالية، بيسترد أموال كان بده إياها من قبل وكان عم بواجه صعوبة بتحصيلها. أيضا قسم كبير من اللي اشتروا عقار، أرض، شركة، شقة، فندق بيستفيد إذا باع هذا العقار بمبالغ طائلة وهائلة. أيضا الأشخاص المشتغلين بسوق البورصة والأسهم والمحافظ الاقتصادية من مواليد برج الحمل عندهم فرصة كبيرة لثراء فاحش إذا أحسنوا اختيار خياراتهم المالية. هذا الكلام يستمر لتاريخ 25/5/2024. بعد هاي التاريخ تتحرك أمورهم وطاقتهم باتجاه السفر، بيتنقلوا بكثرة بين المدن وبين الدول المجاورة. تصبح الأوراق اللي لها علاقة بالفيز أو الإقامة أو التجنيس سهلة جدا جدا للغاية لمواليد برج الحمل، وخاصة الأشخاص اللي كانوا بيعانوا صعوبة من الحصول على الأوراق. في جزء كبير من مواليد برج الحمل يسافر لمكان ما كان عم بفكر انه يسافر له من قبل. من جانب التحذيرات والنصائح لمواليد برج الحمل، بدكم تكونوا اكثر هدوء لانه انتم اشخاص مندفعين، مغامرين، متهورين احيانا قولا وعملا. ممكن يتسللكم نوع من التشاؤم خلال العام دون سبب واضح او سبب معقول. هون النصيحة، اختلطوا بالأشخاص ممن تثقون بهم لتخفيف أعباء هذا النشاط أو الاسترس أو التوتر اللي عم ينتابكم من حين إلى آخر. هذا مرد لتواجد كوكب التشاؤم والاختبارات زحل في برج الحوت. آخر فقرة وبشرى لمولودات برج الحمل، هناك العازبات من مولودات هذا البرج، عندكم فرصة للارتباط برجل ثري، غالبا هذا الرجل بيكون من مواليد برج الحمل او الاسد. مواليد برج الثور خلال عام 2024، هذا العام انتم ملوك 2024 يا مواليد برج الثور، سنه تحقيق الاحلام بالمجمل. بتمثل تحقيق انجاز مهم وانجاز غالي كان من الصعب تحقيقه في السنوات السابقه، انجاز طالما انتم كنتوا تنظروا له انه هو بعيد كل البعد عنكم بصير بمتناول الايدي. هذا الانجاز قد يتمثل هذا الانجاز بالحصول على وظيفه او عمل او سفر أو زواج أو شراء بيت أو انتقال إلى بيت أفضل. طبعاً بيختلف الإنجاز من شخص إلى آخر حسب توزيعة الكواكب عنده، ساعة الميلاد، تاريخ ميلاده وساعة ميلاده، لكن الكل من مواليد برج الثور يستفيد بتحقيق حلم غالي خلال عام 2024. طبعاً من الناحية الأخرى تتركز متاعب مواليد برج الثور في كل ما يتعلق بالنشاطات الاجتماعية. ممكن تتعرضوا لصدام إذا كنتوا على غير دراية بالعلاقة مع صديق تخسروا مدى الحياة. ممكن حدا منكم يتعرض لخسارة عضوية نادي أو جمعية أو فعالية اجتماعية للأشخاص الفاعلين والفعالين اجتماعياً. هون بنصحكم كونوا أقل عصبية، كونوا أقل توتر، ما تأخذوا قرارات متسرعة، دعوا الآخر هو من يقرر حتى ما تندموا على أي قرار ممكن
تاخذوا. طبعا بدي انصحكم نصيحه ايضا، كي تكون هذه السنه ايجابيه بالمطلق عليكم الحذر وكل الحذر باي خطوه شراء عم تقوموا فيها طوال العام. ممكن تقوموا بشراء عقار او شيء بثمن لتكتشفوا لاحقا ان هذا الشيء تالف والمبلغ الذي دفعتوه ذهب جزافا وهباء مع الريح. ولتحذروا كل الحذر من التورط في المشاريع الفاشله. طبعا اكثر المتضررين واكثر الاشخاص اللي بوجه لهم نصيحه من مواليد برج الثور بهذا الاتجاه هم مواليد شهر 5. ايضا عندكم مفاجاه الى علاقه بالسياره او الى علاقه مع اخ او جار، تتفاجئوا بهذه الاشاره. مواليد برج الجوزاء خلال عام 2024، بعد التقلبات والانقلابات والتغييرات المهنية والعاطفية والسكنية والشخصية والاجتماعية اللي عبروا فيها مواليد برج الجوزاء واللي كانت عم تنهك وتضعف طاقتكم الشخصية والروحية والعاطفية، حاليا الوضع مختلف تماما خلال العام. فهناك بشرى سارة، هناك إشارات إيجابية تطرق بابكم. هذا العام سوف تبدأون بالتحضير للتعاقد مع مؤسسة أو منشأة، للبدء بخطوبة تؤدي إلى ارتباط وزواج، للتهيئة لتحقيق حلم غالي، للتجهيز لإنجاز كنتوا عم تشوفوه صعب الوصول إليه. هذا الكلام بيستمر يا مواليد برج الجوزاء لغاية 25/5. إذن من بداية العام حتى 25/5 دعنا نضع عنوان لعام 2024 عام التحضيرات. بعد 25/5 سوف تحصل على تحقيق إنجاز وحلم غالي كان من الصعب تحقيقه في السنوات السابقة. ما عليك يا مولود برج الجوزاء سوى الخروج من دائرة عدم الالتزام. عليك الالتزام أكثر، التركيز أكثر، التخلص من التشتت الذهني، لأنه أنتوا أشخاص بتفكروا بأكثر شيء بآن واحد. فقط إذا حليتوا كلمة السر التركيز والاستمرارية تصلوا لأهدافكم وبتحققوا إنجازات هائلة وإنجازات مهمة خلال عام 2024. التحذيرات والنصائح: وجود زحل بالنسبة لكم في برج الحوت ومن ثم تراجعه في برج الدلو، يلزم مواليد برج الجوزاء تحمل المزيد من المسؤولية في مجال العمل. أيضا لن تكون الأمور ميسرة لديكم كما كنتم تظنون في مجال العمل بالتحديد. يجب تغيير الشخصية القديمة وخلق وإبداع شخصية جديدة تخدم مصلحتكم. لكن كما ذكرت، إذا التزمتم تخرجوا أقوى من السابق بكثير. الوضع المالي لمواليد برج الجوزاء: الوضع المالي سوف يكون غير مستقر طوال العام، فهو بين مد وجزر. يشعر بذلك على وجه الخصوص مواليد شهر 6، فمن المحتمل أن يتحولوا بين ليلة وضحاها من حال إلى حال، أي من فقر إلى ثراء، أو بالعكس إن شاء الله يكون من فقر إلى ثراء كما ذكرت، ما يكون ثراء إلى فقر. لذا يجب عليكم عمل برنامج ومحطات ادخار للالتجاء إليها واللجوء إليها عند الحاجة. وأخيرا، قد يحصل تغيير جذري في العلاقة العائلية، خاصة مواليد شهر 5 من مواليد برج الجوزاء. بدينا في سلسلة التوقعات للأبراج، أقعدوا معنا بعد باش نتعديو البرج السرطان، برج الأسد، وبرج العذراء. دونك خليكم متابعين الحلقة كاملة، الناس كل باش تعرف شنو التوقعات متاع الأبراج متاعها. أنا جيت بحذا الشيف متاعنا في كوجينتنا المزيانة هذية اللي من عند سارة ديكو. سارة ديكو بتبيع عندها لارج شوا متاع كوجينات، كيف كيف لي دريسينغ لي بورت، عندها بوكو دارتيكل دو موبل، و بتبيع البلاتو متاعنا
السالامونجي المزيانة، الصالون كلها من عند سوتيفاب موبل. ادخلوا اعملوا طلع على السيت بتاع سوتيفاب موبل، باش فيسبوك انستغرام، ديما تلقاو لي برومو ورابور كاليتي بري، الحقيقة ممتازين برشا. شيف احنا شو باش نعملوا تا؟ احنا تو باش نعملوا كريمة تاع شامية نمسكيو بها الرولي نتاعنا اللي هي الله البيش. ولا الله البيش نتاعنا معناها بالكريمة نتاع شامية، بالكريمة نتاع شامية ولا بيش على تونيزيان، على تونيزيان هي برشا سوبر. ناخذ نحب نعورة سبيسيال ميلا عاد اليوم نهار سبيسيال باش نستعملوا شامية سبيسيال. وقت اللي نقولوا أصل الشامية نقولوا شامية النعورة، خبرة متاع 75 سنة، شامية كبرنا معاها وعلى نكهتها البنينة توا 9 سنين على التوالي. شامية النعورة أبروفي سافور دو لاني، وهي أول ماركة عملت لو فيلم بروتيكتور الحكة الشامية اللي حافظ على الفريشور نتاعها. وزيد تلقاوها في ديفيرونت سافور، فما الناتور، فما اللايت، فما لاموند، فما البيستاش، فما الشوكولا. وعلى خاطر نتوما اي سبيسيال فما شامية النعورة، شامية سبيسيال اللي استعملناها اليوم، فيها اكثر جلجلين، اكثر بنة، تذوب في الفم، هيلة برشا لما كيما لمت اليوم لمت الحبيب. شامية النعورة اصل الشامية. دونك شنو حطيت فيها؟ حطيت فيها الجولدينا. جولدينا اي بي والشاميه كيف كيف 200 غرام 200 غرام قد الجولدينا قد الشاميه. الجولدينا بيان سور ريش اون فيتامين ا اون فيتامين او، تكستور نتاعها هايله برشا، اونكتيوز، تخدم لنا كل شيء، والسافور نتاعها ياسر بنينه. وانا نقول لهم منقذ الشعب التونسي في المالح وفي الحلو وفي كل شيء هي جولدينا. جست عفيف طبيعي شوي نزيدوها في الويس هيك نتاعها تبيع احسن حاجه نجم نمسكيو بها خبزه قدو بالحق. بنينة برشا، بنينة برشا، هي بوش نتاع راس العام على تونيزيان بالسافور وبالجو نتاع شامية النعورة. باش تجينا شامية سبيسيال بكلها مشخشخة بالجلجلين. بارك الله سي بون هكا اي نحب نذوق خاطر الجلدينة لازم تكون يا شيف. اي نعطيك بيان سو خليني نذوق باش نعطيك مرايه بيستاش تو الله الله اي دي شاي فيا راه نحب نذوق الفرويسك اخي اي تو نلمو الكريمه نتاعنا. وانتم واش عندكم؟ لوز، بوفري، وكاكاويه، ما هكا ولا كل شيء نجمو نحطو فيها؟ اي تو باش نذوقك عفيف ما تمشيش. اي ذوقني يعني بحذيك من عندي انا هاني بحذيك. شوية وبرا خلينا نذوقوا باش نحطوا فيها كده. بسم الله راح نزيد ثابت بالله نزيد نثابت دابيتود ما تشكرنيش ما دللنيش راس عام ندلك شو عندي نعم في روعة اش قولك ورابيد رابيد على سهلة وفكره اوريجينال وجو اوريجينال تحفونا هاي تحفونا على الاخر نجمو نعملو ديما جاتو في الدار فوالا برافو نجمو نحطو لوز نجمو نحطو بيستاج نجمو نحطوش نجمو نعملو بها حتى دي بوليت نجمو نعملو بها خبز بسكويت نتاعنا نبدلو بيان سور نبدلو نعملو كريمه كيما هكايا خليها تبرد نعبها في البوش نتاعي من بعد نمسكي بها الرولي نتاعي. اوكي باهي شيف نرجع لكم بعد. اوكي يلا نرجع لكم بعد شيف سيد. احنا باش نتعداو الفقره معنا احلى الشعر الطويل والغزير والمعبي واللي يكون في صحة جيدة هو من علامات الجمال عند كل امرأة. ومع لي برودوي تريزور ناتوريل يضمنوا لكم وأنه شعركم يكون طويل ويكون غزير ويكون بطبيعة اون تري بون سونتي مع المواظبة. اليوم تحضر معنا أحلام إنفيسي الممثلة عن علامة تريزور ناتوريل باش تحكي لنا على لي برودوي اللي يعاونونا في تطويل الشعر. صباح الخير أحلام. صباح الخير عفاف. إن شاء الله كل عام وأنتي حياة بخير. ساعة وعام مبروك سعيد. عايشك علينا وعليك عايشك. باهي أحلام دوك باش تحكي لنا على الجام اللي تعاوننا على تطويل الشعر. جام والدو بوف. إي. يا الجام. فيها إليكسير بوس اللي هو باندويل يتعمل قبل الدوش نعملوه جوست على الفروة نخليوه ما بين ساعة لساعتين ومرة في الأسبوع
مره ولا مرتين في الاسبوع. نجم حتى مرتين في الجمعه نجم احنا والبزوان تاعنا اللي يحب شعره يتصلح اكثر يطول اكثر يعني يحب ياخذ غزل تاع فيسع دونك يعمل نجم يعمل مرتين في الاسبوع. أي؟ تعملوا على الفروه غيش اون فيتامين او اف بي 8 بي 5 بي 6 نعملوها على الفروه فيه الاعشاب الهنديه فيه الزيوت الاساسيه والزيوت النباتيه دونك بالحق يعني برك الله معبي معناها فيه الحاجات هذوما كل سي نورمال كو باش يحيي الفروه تاع دونك تحط على الفروه نابليكيوها على الفروه نعملوا ان مساج بتي مساج باش يتغلغل في الفروه بالكدا ونخليوها بين ساعه لساعتين ما بين ساعه وساعتين تلف شعري ولا خليها كيكه تلف اي تعملوا تلف شعرك وتخليه دو زوغ داكوغ بعد تغسل بان شامبوان كيف كيف يكون تبع الجاب ناتوريل باش نلقاو ريزولتا فيسع ريزولتا باهيه باش ما نهلكوا شعرنا كان نستعملوا البندويل ونعملوا شامبوان فيه سيليكون كاين ما عملنا حتى شيء فيه غادي يلزمها لاكام كامله الحقيقه لازمها الكام كلها تكون ناتوريل غيش باللي فيتامين تري بيان دونك غسلنا بالشامبوان تاعنا من بعد عندنا لابخي شامبوان هو ان سوان ديجا نعملوا لابخي كيف كيف نخليوه بين 5 دقائق و10 دقائق تخليها تعملوا اكثريه على لي لونغور على لي لونغور على لي بوان دونك نابليكي لابخي شامبوان ومش في ساعه نشلل بالعكس يلزمني نستغل لي بيان في اللي موجودين في لابخي شامبوان هذايا نخليه 5 10 دقائق نكمل نغسل بدني في عقلي ومن بعد بعد ترجع تشلل شعرك وي ودو بلوس عندنا ان ماسك احنا باش نتلهاو بالفرو الإكسير بوس اللي يطول الشعر تو باش نعملوا الماسك الماسك كيف كيف باش يعالج لنا التقصف والتكسر بتاع الشعر بتاعنا اللي سي دي جاي نجم يكون شعر تقصف من اللي ساج نعملوه من البروتيين اللي كيغاتين ولا من اللي برودوي كيميك الكل حتى من الكولوراسيون برشا ولا من الفير اللي سيشواغ برشا يهلكوا الشعر دونك نابليكيو الماسك على شعر الكل ونخليوه كيف كيف ساعتين مع الإلكسير دونك نربحوا حاجتي نجم نعملهم زوز مع بعضهم تعمل إلكسير تسليكيه على الفروة وتعمل ماسك على شعر الكل تخليهم مع بعضهم دوزوغ ساعتين ومن بعد نغسل كما قلنا نغسل كما قلنا بالشامبوان جوست الماسك خاطرنا جربته قاعده نستعمل فيه نذكر انه ما يلزمنيش تحط برشا راهو كي ناخذوا شويه ديجا سي لارجمون سوفيزون مش لازم تعبي ياسر لا ما تحبيش تعبي تبليكيه بشويه كونتيتي صغيره تعمل شعرك كونتيتي صغيره تعملها على شعرك الكل سي لارجمون سوفيزون تري بيان باين الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا واللي سون انتيريسي وين يلقاوكم نجموا يجيونا لمحلاتنا عندنا في البحيره واحد سوسه خزيمه شارع البرتقال عندنا في صفاقس شارع 14 جانفي ولا يجيونا للشوروم في اريانا تري بيان سينو يلقاكم على الانستغرام الانستغرام تريزور ناتوريل ولا على الباج فيسبوك لابوراتوار تريزور ناتوريل ولا على رقم الهاتف 58 959 019 سوبر ميرسي بوكو يعطيك الصحه شكرا لك احلام انفيسي احنا مكملين معاكم مع لي بون بلون تاعنا توا باش نمشيو ديريكتومون للافار عام 2023 هو عام سبيسيال برشا عند سبيس نيت 20 سنة في المرشي التونسي 20 سنة خبرة 20 سنة إرضاء للحرفاء بحضينا اليوم سيدي دا قبرسلي الأكاونت مانجر سيرفيس أنتربريز سبيس نيت مرحبا بك أهلا وسهلا أكثر عايش إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير أجمعين وإن شاء الله عامك مبروك سعيد أنت وسبيس نيت إحنا والسبيس نيت مش بالسهل سيدي ذا بنيتوا ثقة بينكم وبين الحرفاء متاعكم حاجة طلبت برشا خدمة برشا مجهود خلينا نشوفوا مع بعضنا الفيتير هذية ونرجعوا نحكيوا دونك بحضينا سيدي دا قبرسلي باش يحكي لنا على حاجات وتفاصيل اللي تهم الشركه هذيا اللي تهم البراند هذيا سبيس نت كيفاش عرفتوا سيدي دا متطلبات السوق وعلى شنو يلوج الحريف التونسي بالضبط والله احنا الحريف خليناه يدخل سبيس نت كانوا يحسوا روحه في محلو دونك كيسكي شيرشو
لاسيستونس لو بون اكوي لاسيستونس لو كونساي نعطيه حاجات متطلبات نتاعو هو شنو واش حاجته هو بالضبط باش يكون هو ساتيسفي بالبرودوي وفرنا له برشا حاجات اخرين اللي هما التسهيلات الليفريزون عملنا برودوي اخر هو لاسيورونس دي برودوي داكو يبدا ينجم يعمل اسيورونس دي برودوي نتاعو باش يبدا مرتاح منه ما عادش نحكيو على سيرفيس ابري فونت اكاهو لا لا نحكيو على اسيورونس تاع برودوي صار الكليون ولا يرجع يجي يرجع هو ويجيب غيره دونك يحس روحو مرتاح للسبيس نت على خاطر باش يلقى كل شيء باش يلقى كل شيء وابار سا اون ديفيرسيفيي لا غام دو برودوي نتاعنا اون ايت اريفي ماتنون ا جيري بلوس كو 27000 ارتيكل وعندنا 600 ماركة دو رينومو مونديال دونك اوتوماتيكمون كي يدخل الحريف يلقى المستلزمات الكل كو سوسوا معناها لعائلته والا لشريكته ايوا دونك كل شيء متوفر ما يخرجش دي فارغه مهم هو انه يكون فما فضاء في تونس في الحاجات هذوما الكل واحد مثلا باش يزهز داره من برشا حاجات نقصته في داره برشا حاجات ولا مسكن جديد ولا شركه جديده انتوما وفرتوا عليه الوقت وفرتوا عليه الجهد على خاطر في سبيس نايت باش يلقى كل شيء كل شيء وصلنا التسهيلات يخلط حتى 60 شهر 60 شهر وهذا 60 شهر هذوما من الحاجات اللي يلوج عليهم الحريف التونسي حاجه معقوله حاجه معقوله هذه الشيء يلوج يلقى لو برودوي اللي حب عليه يلقى لاسيسونس لا ليفريزون دون لي بلو بريف ديلي نجم تكون حتى ليفريزون نجم تكون في نهار هذا وزيد الى كاليتي الجوده والجوده موجوده خاطر لي مارك الكل العالميه الكل موجوده عند سبيس نت كثرنا في الحوانت نتاعنا عندنا ان بوان دو فونت جديد في المراسكه زدنا كبرنا في ليكيب نتاع الكول سنتر باش خاطر التليفونات باش ينجم يلقى الحريف مطالباته الفونت اون ليني زيد فونت اون ليني بيان سور عندنا لو سيت نتاعنا اون بريزون سور لي ريزو سوسيو عندنا لابليكاسيون نتاعنا على التليفونات كلها لي اندرويد ينجم يكمندي في عقله في راحته حتى ينجم يكون هو الخارج ينجم يكمندي العائلة يخرج من العائلة يعمل البروسيدور نتاعو عائلته مش حاشتها بحاجه هنا في تونس يعمل لا بروسيدور نتاعو والكماند نتاعو تخلط له دون لي بلو بريف ديلي تري بيان بالزرت البنكردير نوصلوا في تونس نوصلوا تونس كامله سونز اكسبسيون مي سي دي شو ما لي زافونتاج اللي تخص بهم سبيس نايت لي كليون فيديل نتاعها فما عباد شريو من عندكم وقعدوا ديما يشريو من عندكم عملنا تا ان سيستم جديد تاع دي بوان دو فيديليتي و دو باريناج. تري بيان. دونك اوتوماتيكمون يولي نجم افيك ان كومول دو بوان يعملهم يولي نجم ياخذ دي بون دو ريدكسيون سور لي بروشان زاشا. والباريناج زاد بوان للحريف الجديد واللي جاب للحريف معاه دونك زوز ربحين. الناس كل ربحة نتمنى لكم كل النجاح دونك نذكروا في لي بوان دو فونت نذكروا وين موجودين احنا عندنا الشرقية عندنا لافايات عندنا رود مارسيل منزا 5 اريانا الحمامات ابار لو سيت لا فونت اون ليني وي السيت لابليكاسيون لابليكاسيون دونك كل شيء متوفر لي ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو بيان سور سي توت افي لوجيك ولات الحكاية هذيا primordial شكرا ليك يعطيك الصحه سي ليدا قدرس لي الاكونت مانجر سيرفيس انتربريز سبيس نايت احنا مكملين معاكم مكملين مع التوقعات ومع الابراج توا باش نمشيو لابراج السرطان الاسد والعذراء دائما مع الباحث الفلكي الاردني مجد غانم اللي خصنا حصريا للحوار ويكاند بهذه التوقعات مواليد برج السرطان خلال عام 2024 هذه السنة مبشرة جدا بالجانب المهني مواليد برج السرطان فقسم كبير منكم بيطور عمله الحالي بيبدأ فيه بيوسعه لهذا العمل ممكن يفتح عمل مرادف لإله داعم للعمل الحالي من كان منكم موظفا عاديا ممكن يتحول بين ليلة وضحاها إلى مسؤول أو مدير كبير في مجال عمل إذا استثمروا الجانب المهني وركزوا عليه لأنه هي الفرصة كل 12 سنة بتجيكم مرة واحدة كذلك بتستفيدوا من توقيع عقود مع مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة ممكن حالياً عم تشتغلوا مع مؤسسة صغيرة
بصير عندكم عرض للدخول بمنشأة أكبر وأضخم من المؤسسة الحالية، وهون بقصد الموظفين من مواليد برج السرطان. بعد تاريخ 25/5 يبدأوا بالتحضير لتحقيق إنجاز. هذا الإنجاز ما كنتوا عم تقدروا تحققوه بمفردكم، فكيف بيجي هذا الإنجاز وكيف يتجسد؟ يتجسد هذا الإنجاز بمساعدة إما صديق أو أحد أفراد العائلة. على الصعيد الاجتماعي أيضاً يبصق نجمكم وتكونون الأكثر شعبية وجمالاً وجاذبية أينما حللتم. ممكن تطوروا عمل جماعي اجتماعي، تفتحوا نادي أو جمعية أو مؤسسة خيرية اجتماعية في هذا الاتجاه. لكن هناك نصائح وتحذيرات، كما هنالك إيجابيات هناك نصائح وتحذيرات. النصائح والتحذيرات: خلال الأشهر الثلاثة الأولى سوف تشعرون بعقبات تعترض طريقكم وعراقيل في كل ما يتعلق بموضوع السفر، لذلك يجب تأجيل أي خطوة إلى علاقة بالسفر لبعد نهاية شهر 3. كذلك فيما يخص المحاكم والشؤون القانونية، إذا قدرتوا تحلوا أموركم بشكل سلمي أو بشكل اجتماعي دون اللجوء للقضاء يكون أفضل وأفضل. بعد شهر أذار مارس ممكن يعاني جزء من مواليد برج السرطان من فقدان عمل، خاصة المدراء اللي ذكرتهم بالبداية. طبعا هذا الوضع ما بيستمر، ممكن تفقد عملك حتى تجد عمل أفضل من العمل الحالي. أكثر المعرضين لهي الوضعية هم مواليد شهر 7، وقد تتمثل هذه الإشارة بتغيير الوظيفي الموكل لكم، يعني تنتقل من اختصاص بعملك الحالي لاختصاص آخر لا يمثل الاختصاص الأول بصلة. هذه الإشارة مؤلمة في البداية لكنها لصالحكم في نهاية المطاف. مواليد برج الأسد خلال عام 2024، طبعاً بالتشخيص بدقة بعد ما مروا بهبوط اجتماعي وضغط اجتماعي إن كان مع الأصدقاء أو المحيط الاجتماعي اللي عم يتعرضوا لصدمات كبيرة معهم، عام 2024 بالعكس تماماً، سنة المركز الاجتماعي بالدعم وحضوركم الاجتماعي بتكونوا الأكثر جاذبية وجمال وحضور وقوة في المجتمع. استثمروا المجتمع والعمل الجماعي، استثمروا المهني بالعمل مع الأفراد مع الأشخاص، أقيموا عمل جماعي. هي أول إشارة، هذا لغاية 25/5/2024. بعد هذا التاريخ تستفيدوا ماليا وبالذات في مجال عملكم، تترقوا مهنيا، بتوسعوا عملكم الحالي. أي شخص من مواليد برج الأسد كان عم يعاني من مشاكل مصيرية ومفصلية، يفصل من عمله، يترك عمله، يحل شخص مكانه في عمله الحالي، ينتقل لعمل أفضل أو بيوطد قدماه وجذوره وكيانه وشخصيته في العمل الحالي. سنة القوة المهنية بعد تاريخ 25/5/2024 يبزغ نجمكم مهنيا. أي شخص كان عم يعاني من سوء حظ من مواليد برج الأسد بيوقف المشتري بصفه وبيدعمه لنهاية العام. مواليد برج الأسد أيضا عندكم فرصة لتتولى موضوع إداري تكون ناجح ومبدع فيه. شو بقصد بهذا الكلام؟ ممكن تتعرضوا لعمل أو تصح لكم فرصة عمل خارج عملكم الحالي حتى تديروا منشأة إضافية، عمل إضافي. ركزوا بهذا الاتجاه. من خلال النصائح والتحذيرات اللي ممكن أقدم لكم إياها خلال النصف الثاني من العام، تشعروا بالعقبات والعراقيل في كل ما يتعلق بالهجرة. الهجرة هي السفر النهائي لبلد آخر وتكملة حياتكم فيه. ما تاخذوا هذا القرار خلال عام 2024 بالهجرة النهائية. ادرسوا خياراتكم اللي إلى علاقة بالهجرة يا مواليد برج الأسد وما تتسرعوا بهذا الاتجاه. كذلك الأمر ممكن تتعطل بعض المواضيع القضائية، القضاء ما إلكم صالح فيه خلال العام. موضوع الاستيراد والتصدير، هون التجار بقصد من مواليد برج الأسد، ممكن تدخلوا بصنف ما إله علاقة بالصنف اللي عم تشتغلوا فيه حاليا. خذوا نفس، ما تتسرعوا، ما تدخلوا صنف غير مضمون لعمليات الاستيراد والتصدير اللي عم تقوموا فيها إن وجدت. البعض من مواليد برج الأسد يبدي اهتماما بالأمور الدينية الفلسفية المورائيات، خصوصا طلاب الجامعيين، ممكن يغيروا اختصاصهم الحالي
ويدخلوا باختصاص ما له علاقة للاختصاص اللي عم يدرسوه أو اللي كانوا عم يدرسوه خلال السنوات السابقة. هون كمان بدي أنصحكم كونوا أكثر حذر ودراية قبل تغيير الاختصاص. خذوا نفس، خذوه بروية لهذا القرار، لأنه ممكن تهدموا كل شيء بدون درع. مواليد برج العذراء خلال عام 2024 الباب مفتوح في كل ما يتعلق بالدراسات، في كل ما يتعلق بأمور الاستيراد والتصدير للتجار من هذا البرج، في كل ما يتعلق بالسفر والهجرة. أي شخص حاب يسافر يغير بلد ومكان إقامته الباب مفتوح على مصراعيه. أي شخص حاب يعيد دراسات جامعية أو دكتوراه أو ماجستير الباب مفتوح والفرص ميسرة. أيضا بيستفيد الدكاترة المدرسين من هذا البرج في دراستهم، بيستفيدوا أيضا ماليا. أي دكتور جامعي مدرس بروفيسور مواليد برج العذراء حابب يفتح ممكن مؤسسة أو مدرسة، مؤسسة تعليمية، جامعة، بيحصل على تمويل، بيحصل على دعم، بيحقق حلم بهذا الاتجاه اللي ذكرته. أيضا هناك فرصة في الأمور القضائية، أي دعوة قضائية كانت عالقة، كانت غير متضحة المعالم، كانت رمادية لا بيضاء ولا سوداء وصدر حكم فيها خلال عام 2024، يصدر الحكم على الأكيد لصالحكم. أي شخص حاب يحرك مطالبة قانونية، مالية، عقارية، ميراث، تعويض، تأمين، هي الفرصة مناسبة لإعادة الشكوى أو رفع دعوة أو تحريك الموضوع القانوني الخاص بحقوقكم الشخصية. استثمروا هاي الوضعية مواليد برج العذراء. في المقابل النصائح والتحذيرات. نصائح والتحذيرات: الشراكة ثم الشراكة ثم الشراكة، العاطفية منها والمهنية. يعني بما معنى، إذا كنتوا عم تعيشوا علاقة عاطفية، أزواج، مخطوبين، علاقة حب صرفة، وهي العلاقة كانت ضعيفة بتتعرض لاختبارات، يعني مشاكل خلال العام، إذا كانت العلاقة ضعيفة تقطع إلى دون رجعة. إذا كانت العلاقة قوية، يعني متوافقين برجك مع برجة أو برجك مع برج الشريك، تخلى لاختبارات لكن بتستمر، لكن تجنبوا الصدمات. هذه من الناحية العاطفية. من الناحية المهنية، إذا عرض عليكم شراكة مهنية جديدة، تفحصوا نوايا الطرف الآخر جيدا قبل الإقدام والقيام والدخول بهذه الشراكة. أيضا إذا كان في شراكة مهنية حالية، يفضل إعادة ترتيب أوراق هذه الشراكة كي لا تتعرض لاختبارات أو صدمات. مواليد برج العذراء بيتحسن أيضا وضعكم المالي نهاية شهر أيار وخلال شهر حزيران وتموز وآب أغسطس، ومنتصف الشهر العاشر هناك مكسب مالي مستمر لنهاية عام 2024. ركزوا عليه كثير. رجعت لكوجينتنا ديريكتومون بحذا الشيف. الشيفة يا وينك؟ وين وصلت شيف سامي؟ تو كنت نمسكي في الجاتو نتاعي. اي البيوش. البيوش حطيت لها الكريمه نتاع الشاميه. داكور، باش نرجعها للفريجيدير. دونك تقعد تبرد لنا بالكدا في الفريجيدير. من بعد باش نزينوها. عندي شونتي فريز، وعندي الموش شوكولا نتاع بانواز. كلها بانواز حسيرو شيخه مع بعض. تو باش نجيب لاميج بوش اللي عملناهم ميني سالي، باش نعملوه. نعمل ميني سالي. ناخذوا الميني سالي نتاعنا البريباراسيون. اي فوالا الباكو في 80 مللتر الحليب، 75 قولين. ساهل هذايا عفاف، لا تستناه باش تخمر. في لحظه هذايا، في لحظه هذايا مش اخر دقيقه بعد تعمل كل شيء. زيدوا هاي، خلينا نزيدوا حاجه معناها كيما انا تو نزلوا حضر الطهي. باه ناخذوا وديك القوه نتاع لي بريباراسيون نتاع فانواز راهو معناها تربحك في برشا وقت، ومن بعد تضرك يدك انت صنيفه على الاخر. الو 80 قلدينه. اي انا وزنتهم هذوما، البقيه زدتهم شوي. باه 75 قلدينه و80 حليب، باش ما نغلطوش. 75 قلدينه و80 حليب. ان توكا ديما ننصحكم باش تتبعوا الوصفه كيما مكتوبه وراء باكو القلدينه، باش هكاك الغوسيت تاعكم تنجح 100%. باه فما كاب عظام هذيك من بعد نزينوا بها. باكو البانواز بيان سور. فهمتوني فهمتوني. باهي احنا من بعد عفيف باش نحلوا البات نتاعنا، باش نحلوها كيما البيتزا، ومن بعد نقصوها مثلثات مثلثات باش نعملوها كرواسون.
أيوة. وإلا برشا أشكال كرواسون كمان. لا بالله الكرواسون راني على قد ما نشوفه لا تعلمت فماشي أستوس باش واحد يحفظ بيه كيفاش يعمل الدورة متاع الكرواسون. بي أنت شو أول حاجة ما ينجمش يكون فارس معناها خفيف طماطم ولا حاجة تيح لك حاجة خفيفة أنا باش نعمل فرماج تارتيني وصومة داكو تمشي معاك ديريكت فهمت كيف ويتعمل زيدا بالسلطه مشوي مش معناها مشوي. فلفل مشوي هكايا اي مثالش اما تولي تكبر في كعبه الكرواسون تعملها صغيره باش ما تخرجلكش منه ومن حتى سلطه سلطه شويه هكا تريف فلفل مشوي هكا محرحر جيب لينا راه كيما تحب كيما تحب ما جربتيش لا ما جربتيش حسيت نعرف سومو فرماج تاختيني لا سامحني مش ديما متوفر السومو راه حتى تري فلفل مشوي اي والله يبو فيغ لافيغ جو هذاك يمشي مع خبز تابونه معايا باش نبداو العام على خير انا وياك لا لا على خير باهي باهي توا عفيف خليها انا جوست ترتاح شوي احنا ان شاء الله هذا ثاني راس عام مع بعضنا شايف اي صحيح شفت شفت صحيح العوام تجري شايف العوام تجري والله اما تعدى في ساعه تعدى في ساعه سيزون محلاها بالحق انت يعطيك الصحه بارك الله فيك عملنا جو مع بعضنا عملنا جو باهي قداش باش خليها ترتاح هذيك ولا ديريكت باش نخدم لا مش ديريكت يلزمها خمسة دقائق على الأقل فهمت خمسة دقائق ترتاح الفرجيدير اي باش باهي أنت جوست وريني كيفاش نلف ونخليها ترتاح باهي جوست باش نوريو للسادة المشاهدين كيفاش نعملوا كعبة الكرواسون اي هاو باش ناخذوا شوية هكا باهي لاباط نتاعنا هكا ونحلوا بالقلقال نحلوا بالقلقال شنو تحب هاي فرينة نتاعي فرينة ونعملوا كعبة نعملوا كعبة جوست خلي يشوفوا معانا السادة المشاهدين كيفاش نجموا نلفوها باش تجينا صحيحة خاطر ياسر مزيان منظرها وأون بلوس مع البات هذي هاي تجي خفيفة على الآخر كاينها بات فيتي ها خاطر برشا قلدينا سي فغي قداش ليبيسور أبوكخي ماهوش جويد يكون 1 مليمتر باهي هاو شنو وريك كعبة انا بعد قصه خاطر كيما كعبه البيتزا كي كعبه البيتزا داكوغ على هكا دوك حشتنا بمثلث تاع مثلث باهي باهي نجيبوا الفرماج تاعتيني نجيبوا الفرماج ناخذوا مغرفه من هنا هاي دوك انت باش تعملها بالفرماج وبالسومون فيمي بالسومون ما هو راس عام راس عام ندلوا رويحنا تبدا من اللوطه تبدا من اللوطه وين في بالي بالعكس هكا عشان ديما تجي ترى كيفاش في صالتها ايه جوست ايتاب الاخرى هي تعملها عندي هيك تعملها هيك والدور. وتدورها والله كرواسون هايله يعطيك الصحه يا شيف خديها نخليك دوك تكمل تعمل لنا الميني ساليه هذيا وبقيت المنيو نتاعنا ما تبعدوش لبعيد خارجين اشهار وراجعين